أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أصدر قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية بإضافة مادة جديدة تحت رقم 4 مكرر، وتنص المادة على التالي: لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية مركزية تحت اسم مجالس رياضية يشرف كل منها إداريا وماليا وفنيا على أنشطة وخطط وبرامج وفعاليات عدد من الاتحادات الرياضية، ويكون لكل مجلس رياضي مجلس إدارة يتم تعيينه بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية من رئيس وخمسة أعضاء، وتسري على المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية التابعة لها أحكام هذا النظام واللوائح الموحدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية، وفيما لا يتعارض مع طبيعة هذه المجالس الرياضية. وبموجب ذلك القرار وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإشهار المجلس البحريني للألعاب القتالية، والذي ستنضوي تحت مظلته كل من ألعاب المصارعة، الملاكمة، فنون القتال المختلطة، الجودو، التايكوندو، الووشو، الكاراتيه، الكيك بوكسن، السامبو والجوجيتسو. وأكد سموه أن إشهار المجلس البحريني للألعاب القتالية يأتي في إطار حشد الطاقات والجهود للاهتمام بصورة مضاعفة بتلك الألعاب نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها وما حققته من إنجازات ونتائج لافتة في مختلف المحافل الخارجية لتشكل واجهة مشرفة لمملكة البحرين. كما أن إشهار المجلس البحريني للألعاب القتالية يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تتبعها اللجنة الأولمبية البحرينية لتطوير العمل الإداري والمالي والفني بالاتحادات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة، بما يؤدي إلى تحقيق أفضل المخرجات ويعزز مسيرة النجاحات للرياضة البحرينية.